حاجة شكرا لكم بزاف. كنحييكم أي كلمة كتقولوها مزيانة في القناة. شكرا لكم بزاف، ربي يحفظكم. الله يعين المرال طايح صراحة والله، كاكل الأمور مزيانة وهذا، كنشوفونا معاكم طاح كل نشاط وكذا، وانتم عارفين المهم اللي كيكون عاود شي حاجة عاود. الحمد لله الحمد لله كل شيء لله. المهم البارح وصال كانت بخير في الصباح، هذاك الفيديو اللي شفتوه البارح تحاط هذاك مصور عنا ولا البارح، انا كنهضر لكم على البارح. البارح صبحت شويه واخا حسيت براسا فيها الحريق بزاف وشي حاجه فيها ماشي هي هذيك. المهم بقات صابره، مع العلم انني قلت لها يلا نديك، الا كنت تحس براسك ماشي هذيك يلا نديك للطبيب. قالت لي لا خليني، الا شفت راسي زاد عليا الحال ولا زاد عليا الحريق ولا شي حاجه واخا. المهم هي هذه وصلت العشية زاد عليها الحال. سير اخر سير امشي بشوية على ياسر. وصلت العشية مع ذيك المغرب تقريبا بحال هيتايا زاد عليها الحال، قلت يلا نديك للطبيب. قلت لا خليني دابا الليل على الله نصبح لاباس. فجد نعاس ما بقاتش حتى كتقدر تقلب، تمشي تقلب لشي جهه ما تقدرش، تمشي تقلب لجهه اخرى ما تقدرش. انا بقيت كنقلب عنايا من هالجهه لهالجهه. قال لي انا كنحس بحال حرق تقول عن ولاد، شنتفت انه صعيب المره ملي كيكون عليها 6 شهور وتجيها بحال الزحمه بالولاده وهذا راه كيجمعوا لك جميع الاحاسيس الخوف بزاف، كتبقى تضرب 100 حساب، ضرب 100 حساب كرهنا في هذه في هذه. قلت له يلا نضبط نديك للطبيب. قلت له الطبيب دابا الليل ما الليل هذا. قلت له يلا واخا نعيطوا له ندقوا عليه نفتشوا عليه نقلبوا عليه المهم نديك للطبيب. ما بغاتش انا بصراحه ديك الخلعه اللي فيها وديك هذه صافي ما صافي تروانت ما هاي فايق، ما بغاش يدي النعاس عقلي معاه كنفكر عنده عنده شي حاجه. المهم ضربت واحد نص ساعه مد عليها الحال واحد شويه حالي ارتحت حسيت بها نعست الحمد لله. صبحت واحد شويه فطرنا كان الحمد لله صبحت شويه، ولكن انا ما يعني ماشي طبيعيه المهم شي حاجه فيا ماشي هي هذه. قلت لها يلا بس عليك يلا للطبيب، ديتها للطبيب. شاف الطبيب فوز له جبر المشكل اللي كاين وهو ان الولده مفتوحه، الولده مفتوحه عندها بزاف ماشي طبيعيه. قال لي دابا كتب لنا واحد الورقه اللي دابا غتشوف لها الاسعاف وغديها الكلينيك غنشبروها تما وغيكوزو لها واحد الدواء، لان هاد الحاله هذه نادرا ما كتكون. وراه وقال لي مزيانه ملي جبتها دابا لان الخطر هو اللي تعطلت. قال لي شحال من وحده كتعطل كيوقع لها شي هذا وكتعطل وكتجيها الزحمه ولا قدر الله ترابي خروج. انا قلت له انا الاسعاف ما نديهاش في الاسعاف لان انا نديها انا عندي في الطوموبيل ديالي. انا الاسعاف الطريق ديالنا كما كتعرفوا الاخوان فيها الحفاره بزاف، حفاره بزاف بني حمد الباب تازه عامر حفاري خصوصا ملي طاحت الشتاء زادت حفرات بزاف. حتى الناس ديالنا ديال بني حمد اللي كيشوفوني هذه كنكونوا عارفين الطريق باللي مضروره، ونتمنى من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار تشوفوا في الطريق هذه تعاودوا للترميم الله يرحم لكم الوالدين، لان صراحه بخصوص الناس اللي كيطلعوا في الاسعاف مراضين مع الطريق هذه راهم كيتكرفصوا بزاف كيتكرفصوا بزاف. انتم عارفين الاسعاف ملي كيكون الانسان عيان
وكيشدوا به الطريق من بني حمد للشاون ولا من بني حمد للتطوان راه كثيراتهم، ما كاينش بشويه باش نكونوا نهضروا مجموع نيشان، ما كاينش كيمشيو وساط، من لان خصوصا المرض الا كان في حاله استعجاليه، الا كان عيان بزاف خصو دغيا يوصل للسبيطار، كيشدوا به الطريق ديريكت كثيراتهم. تصور المرض ملي كيكون ماشي مريض. نعم بنتي، لا لا دي خليها بنتي، قول لها قال لك اخليها، لا بلا ما تديهاش، لا راه نضر معها، راه نضر معها وصافي. واش كتصنتي عليا ولا ما كتصنتش عليا؟ يا الله بسلامة كما دي مريم ومروه هضرت معاهم، عيطوا لي دابا معاهم في الدار اختي فاطمه، خليناهم معاهم كجمع الحويجات ديالهم غنمشيو معاها للدار. بالنسبه للدار حنا معنا الحمد لله مامنه، عندنا دايره كامله كاميرات، الديوان كيباتو مشعولين الحمد لله، ما كاينش الخوف وهذه، وعزيزة الحمد لله عندنا الامان وارتحنا اكثر فاش عملنا الكاميرات. بالنسبه لمروه ومريم باقي لهم ثلاث ايام العطله، كما كتعرفوا العطله هذه اللي ماشي فيها واحد السيمانه، وغيجيبوا معنا ان شاء الله. المهم نرجع نكمل لكم شنو السبب هذا الشيء، هذا هي اللي وقع له هذا الشيء، هذا الشغل. الا هذا الشهر هذا عملتي فيه تمارين بزاف، تحركتي بزاف، ومرة اخرى قبل شهر دابا قبل بشهر كنت ديت قوزت وكان قلة الترابي عندك هبط بزاف، لانك كتعمل شغل وكتحرك بزاف، عطي راسك الراحة، عيت معاها قال عطي راسك الراحة، قال لي لا انا لابس. ايوا شتي انتي لابس، شتي صحية الراس، صحية الراس باش ماشي مزيان. وعزيز اذا شحال التعاليق انا كنقرا، شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، الله يرحم لكم الوالدين على التعاليق ديالكم، كنشوفكم كتقولوا لا او وصال، كنشوفك كذا شقة وانت عاد حاملة، صافي عطي راسك الراحة ارتاح، هي ما كتصنتش. عقبال كانت شوية، دابا ما قال لنا الطبيب كيفاش وكيفاش وتحركنا من الدار، صافي شبر الهم الدنيا والدين دابا. دابا فيها الالهام والخوف وكاملين تركبوا فيها، توسوسات توسوسات مع راسها دابا. انا بالله وقع لي انا وانا 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 نقول له شو الحمد لله اللي بغى ربي العالمين هي اللي كاينه، ما بلا ما تدخل في راسك الخوف، بلا ما توسوس، بلا ما ولا ولا. انا في الحقيقه هي ماشي سهله، راه انا بيدي وخافت ماشي، ولكن الحمد لله نخلي كل شيء نقول الحمد لله اللي بغاها الله هي اللي كاينه عندك مدام، وربي في الخير. دعوا معنا الله يرحمكم الوالدين، الدعوات ديالكم مهمين في هذه الوقيته هذه، الله يجازيكم بخير اخوتي، شكرا لكم بزاف. دعوا معنا ودعوا مع اختكم ويصال، واحد القضيه القنوات اللي كنا قوزناهم في الاشهار، اللي كنتو دخلتوا عندهم الحباب وتسجلتوا عندهم تابونيتوا عندهم، راه اللي زابوني كاملين حيدوا لهم، عاد شفتو شوف شي بنات كيقولوها في التعاليق، دخلت شفتو مساكن جبرت لي لي زابوني كاملين، كنوصل تقريبا 7000 ودابا راه بقالو 100 2000. شنو هو السبب؟ السبب هو ان ملي كتشارك عند شي واحد وما كتفرجش فيه حتى فيديو، على الاقل على فيديو واحد الا شفت غير شي فيديو، يعني كتسجل الاشتراك ديالك تما اليوتيوب، ملي كتشوفك تابونيت فواحد القناه وما كتفرجش فيها نهائيا، يعني كتحذف ديك ابوني ديالك كتحيدو، هادشي اللي وقع له مساكن هما، هما مساكن مخلصين فلوسهم الله يكون في العون. وكنوجه واحد النداء لهاد صحاب القنوات هادو باش نطمنكم اخوتي، سمحوا لنا مرونين دابا، جبرتونا مرونين والله العظيم، سمحوا لنا دابا وملي فات هاد الوقيته ان شاء الله يا ربي نعاود لكم الاشهار على حسابنا، نعاود لكم الاشهار فابور، نعاود لكم الاشهار اخوتي ونحطوكم في المنتدى نبارطاجيوكم على الراس والعين، سمحوا لنا الله يرحم لكم الوالدين. كنبغيو الخير للجامع والله يسهل على الجامع. بالنسبة اخوتي القنوات اخرى نعاود ثاني اللي تواصلوا معايا ومخلص المساكن مصيفطن الفلوس، هذه شي يومين دابا القنوات ديالهم اخليهم لكم في الرابط في اول كومونتير، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، دخلوا لعندهم، دخلوا عندهم الله يرحم لكم الوالدين وتابونيو عندهم، وغنزيد نبارطاجيهم عاوتاني، نبارطاجيلهم القنوات ديالهم ان شاء الله، الله يرحم لكم الوالدين لما تدخلوا عندهم، ما خصناش نتحشموا معاهم مساكن، وعاد خصوصا حنا جبرتونا في هاد مرونين شي شويه في هاد المرحله هادي، ما بغيتش نمشي نساكن نتحشم معاهم، ويخرج شي واحد عاوتاني يهضر فينا عاود
شي هضره ماشي هي هذه، يقول لك حنا صيفطنا وهذه القنوات ديالنا ما طلعوش، وهو كيبقى اشهار فعلا، كيبقى اشهار داك الشيء ممتكن كيعملوه في يد الله. بغيت نقول لهاد اصحاب القنوات او هاد الناس بالمجمل كاملين اللي عملتوا عنا اشاره خوتي، حنا بالدور ديالنا غنعملوا اللي علينا ونبارطاجيوكم عاونتي ان شاء الله في هذا الاسبوع. الله يسهل على الجميع. شنو وقف له؟ هذا الفيديو هذا فاش غيتزاد ولدي ان شاء الله غيشوفو، الا كان من اهل الدنيا، الا كان ولد الدنيا، ولا خلاه ان الله وتزاد في الدنيا، ضروري غنشوف هذا الفيديو هذا سواء كنت انا عايش ولا ميت. هذه رساله لولدي. انت ولدي شوف ماما كيفاش انت في الكرش ديالها دابا وهي فيها الحريق وكتعذب عليك. صور والله العظيم واحد الاحساس الشكال، والله العظيم سبحان الله احساس الشكال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انك تكون في الصحة والسلامة ويحفظك في ديك الكرة ديالك اللي انت محمي بيها الكرش ديالك، وتكمل الوقيتة ديالك ان شاء الله تكون من اهل الدنيا، تخرج لنا بالصحة والسلامة وتشوفو، وحتى احنا يكون عندنا وليد عاوتاني نفرحو بيه. عيط لي با مع امك ماما. شكرا عاوتاني خوتك، شكرا عندك عاوتاني خوتك البنات مريم ومروة كيتسناو كاع عواد، كبر معاهم يلعبوا معاك. يصل بالخير، كبرنا وليدنا ان شاء الله عندك يعرف ويشوف هذا الفيديو هذا، نكونوا كنشوفوا انا وانا وياه، نكون معاه انا ونكون مع حتى ماما ونشوفوا كاملين مجموعين. يا رب اللي ماما تكرف صوت تعذبت عليه باش يخرج من الدنيا ويطلع مزيان، ويكون كيعرف بحق الوالدين ويتهلا الوالدة ديالو. صراها الداخل كتشوف الطبيبة راه معها الوالدة، الوالدة جبرنا وكيستناونا هنا عيطنا لهم قبل ما نوصلو وتلاقاونا لهنايا هي والأخ ديالي عبد الخالق ومرتو أختي عزيزة. ونطلبوا الله في الخير، ربيكم على خير إن شاء الله، كنطلبوا ربنا ربي في الخير والدعوات ديالكم يجيب الشفاء إن شاء الله ويكون على خير. دعيو معها الله يجزاك الخير. دابا الإنسان ميكون مخلوع هادي راه القلعة ماشي سهلة، ماشي سهلة صحيح القلعة. دعوا معها خوتنا وراه ربي عيشها في جميع المسلمين دعوا معها خوتي، دعوا معها الله يكمل عليها بالخير، الله إلا ما خلاها الصراحة الله، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله دعوا معنا الحمد لله الوالدين اللي عندنا الله يلي غادي يكون الانسان يرضى بقدر الله، واللي اللي عندنا الله واللي غادي يكون ان شاء الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال ان شاء الله ربي يكون الحمد لله الحمد لله الله اكبر للحق الله اكبر. والحمد لله الحمد لله حنا وصلنا دابا للدار اللهم لك الحمد. راكم عارفين اخوتي الخلعه كتطيح النصف البشر، الخلعه صعيبه بزاف خصوصا الا كنت الحاجه عزيزه عليك بزاف وكتشوفوا فحالي عضه عليك من يدك راه
صعيبة بزاف. الحمد لله بابا هو لاباس عاود بخير وعلى خير، تلقيت عاود مسكين توحشنا وتوحشنا، الله يطولنا في عمره. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، يطولنا في عمره مسكين. ويصلها هي عاود ثاني اي ناعس عاود. صح الحمد لله بالنسبه للطبيب ويما مسكين عاوتها هي مسكينه كافيه واحد خلعه تشلت مسكينه ما تلقات هنا ما بقاش فيها بالخلعه ولكن الحمد لله ملي شافوها الطبيبه والطبيب الحمد لله طمنونا وارتحنا اللهم لك الحمد الحمد لله قلنا باللي راه جاني اللهم لك الحمد مزيان في بلاصتو مزيانه الحمد لله. اللي كان خلعنا بزاف هو ديك الحريق اللي كان فيها ومجمع طرق ما ملي قالنا عاوتاني الطبيب ضروري خصكم تمشيو للكلينيك وهذا ديك الخلعه وزادت كملت عليها جات الحريق زاد فيها وجات كذبكي مع الطريق. انا كنقول لها ارتاح راه بلا ما دخل في راسك شي حاجه اللي مكتبه من عند الله مكتبه يا نقول لي انا خايفه يمشي لها شي وانتم عارفين لان واحد الانسانه مسكينه ملي كتكون موحشه في الاولاد وضربوا حس سنين طويله ماشي سهل اخوتي لان تبارك الله راه دابا 11 سنه وتكون وحنا مكذبوش على الله حنا الحمد لله فرحانين باش متشوقين فاش الحمد لله الحمد لله ولدنا يجي للدنيا ونشوفوه حنا ونفرحوا به وهذا انا ماشي سهل واخا لا يوقع واحد الحاجه بسيطه هاي ترى ربي واقف بالخلع عند شرشم وما يبقاش فينا والله الا واقف الحمد لله ربي الحبيب كبير الحمد لله ربي موجود الحمد لله والخلعه كملت عليه والله تعالى وما مرت المراه قف يدها فيها ربي امن الحريق مشى ارتاحت بزاف انا الطبيب ملي بقى كيهضر معاها وهذه حسيت بها تبدلت انا كتفتح لها خطوات والله الا ماشي قلت لها ما كيحوايات هي كمشله صفره مشله ما تجمع الطراف مشله قالت لها قلب على المراه قد يدها فيها الحرك مشى بحالها اللهم لك الحمد حقت لها وخيرها شفتها مسكينه وجهها اصفر قشره من هنا ومن هنا وقفت بدمامها ملي صرت خمس سنين قدام دوت السبيطار ملي خلطوا مسكينه وجهها اصفر وهذا بكي هذيك وجهها قلت لها هذه الهضره قال لي سبح قلت لها ماك صفر قلت لها كاينه صفرة بصح مسكين دخلت للطبيب وهذه الحمد لله الحمد لله اللهم عليك الحمد لله كان ربي مكتب شي حاجه ما عندناش الحمد لله وربي هو اللي كون في عالم كل شيء دخل لك شي حاجه كون فياكم الحمد لله على كل حال الحمد لله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا قال لي صافي عدي هب لما تبقى هنا شبروا هذا النعاس هنايا تمشي ترتاح في الدار ديالها والدواء اللي عاد استعمله هنا استعمله في الدار وتبقى مرتاحه قال لي واحد القضيه دابا ما صفروشي قال لي في هذه الاربع ايام ولا خمس ايام قال لي يعني في داخل هذا الاسبوع هذا ما تحركهاش ما ديهاش خليها في الدار ترتاح وعاد رجع مزيانه وفي هذه السيمانه قال لي ديك الساعه ردنا نشوفوها عاوتاني ان شاء الله مولاي النيه ديالكم في الخير ياكم صافي نسيتناكم ان شاء الله يا ربي في هذا الباب د رمضان والحمد لله هذا هو الخير والله تعالى وتبارك باش يعطيكم الخير وما يكون حتى شي حاجه ان شاء الله الله يبلغ المقاصد ديالكم الله تعالى وتبارك يسر الامور ديالكم الله يحضر البركه في الشغل ديالكم الله يجعلكم موده ورحمه بينكم وبين المتتبعين ديالكم متتبعين ديالكم واقفين معكم ويدعى معكم بالخير الله تعالى وتبارك يعطيهم خير في خير الله يعلم قامم الله يهدم ظلامكم الله يجعلكم من المرضيين عند الله المتتبعين دل الأولاد ديالنا الله يجعلكم من المرضيين عند الله